وأيضا حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ خالد عكاشة. مساء الخير أستاذ خالد، ما قراءتك تجاه هذا العفو الملكي السامي عن 901 من المحكوم عليهم؟ بعد تقديم التحية لحضرتك وللسادة المستمعين جميعا، يعني الحقيقة كما اعتدنا من جلالة ملك البحرين يصدر قرار في التوقيت المناسب وبه القدر العالي من الإنسانية ومن التفهم الواسع الرصين الحكيم لظروف حقيقية تمر بها المنطقة بكاملها، يحافظ من خلال هذا القرار ويحرص على السلامة النفسية والارتباط النفسي للأسر البحرينية والأسر العربية بكاملها بإصدار مثل هذا العفو، خطوة متقدمة في مجال الحفاظ والتأكيد وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان الذي يبذل به ملك البحرين مفاهيم جديدة ويرسخ ما هو كائن بالفعل على مملكة البحرين وعلى أراضيها، والعلاقة ما بين القيادة وشعبها دائما ما تشهد مثل هذه الخطوات الرصينة التي تنزل بردا وسلاما على نفوس الكثيرين. إرساء والسعي نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وأن العقوبة ربما في جانب منها دخول قرار بالعفو الملكي في هذه اللحظة ربما يعالج ويصحح أي أشكال من أشكال الخروج على القانون ويدفع الآخرين إلى مراجعة أنفسهم وإلى الحفاظ على السلم العام للمملكة من خلال مثل هذه القرارات. أعتقد أنه قرار في غاية الامتياز وإيجابي بقدر كبير جدا، وهو في هذه اللحظة كما أشرنا له بعد زمني يعكس الارتباط على مدار الساعة والارتباط المرحلي والدائم ما بين القيادة وشعبها. نعم، من القاهرة الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ خالد عكاشة، شكرا لك.